الطريق الحقيقي للنجاح هو بذل الجهد والاجتهاد، وإن ما نحصل عليه دون جهد أو ثمن فليس له أي قيمة. ولا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. مشوار تفوق جديد بدأ، ولكن بعد الفاصل. يسرنا مشاهدينا أن نرحب بالطالبة المتفوقة على مستوى الجمهورية العربية السورية رؤى ياسر القصار، الحاصلة على مجموع وقدره 3100 في شهادة التعليم الأساسي، وترحيب موصول أيضا للسيدة ريم كيلاني والدة رؤى. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. شو النجاح الحلو الكبير يا رؤى؟ شكرا كثير. اهلا وسهلا مدام. اهلا بكم. اهلا ان شاء الله. الف مبروك يا رب. الله يبارك فيك يا رب. في احلى من هيك؟ لا والله ما في من احلى. او في احلى من هيك مجموع حققته رؤى اليوم؟ ابدا ابدا والله. تمام عليها. عن جد عن جد يا رب هيك على طول بتبقوا فرحانين فيها وبنجاحها كل الايام. ان شاء الله كل الطلاب يا رب كل الاهل يفرحوا باولادهم. امين. عن جد ولا احلى. قديش الانسان بيعيش فرحات بحياته، بس فرحه النجاح تبقى أحلى فرحة بالدنيا. أبداً غير شكل. الله شو حلو. رؤى خلينا نحكي عن لحظة تلقيكي هذا الخبر الحلو العظيم، خلينا نقول، وهالنتيجة العظيمة كنتي متوقعتيها؟ يعني في شوي، يعني أنا بعرف أنه يعني ما الحمد لله ما في علامات هتروح، بس يعني ما كنت متوقع أنه هيك أنه كاملة كاملة من دون أي أجزاء ما شاء الله. تمام. يعني هي أول شيء بتكون لحظة توتر وخوف، يعني أنت عم تدور على العلامات، عم تحط رقمك أنه بدك تعرف مجموعك، بس هيك لما تقرا تقرا علامتك الحمد لله انه هيك بينفس الواحد عن تماما يعني كل الطاقه السلبيه بتروح، كانك ما عشت ابدا تعب. تمام. او خوف او شيء من قبل. يعني عن جد بهيك لحظه خلص راح كل التعب، نسيتي بهيك لحظه. الله شو حلو. مدام ريم احكي لنا عن هيك لحظه، قديك انت مستنيتيها، قديك كانت مؤثره بالنسبه لك، قديش يمكن الانسان ما بيعيش احلى من هيك لحظات بحياته. لا والله ما في احلى من هيك لحظه. عن جد انا كنت تعبانه بس نسيت تعبي وكل مرضي وسلامة قلبك طبعا فيها. والله نساني كل المرض ابدا. الله الله شو حلو. الله يسلمك. يا الله قديش فرحة النجاح عظيمة. وطبعا عن جد مثل ما ذكرت للسيدة ريم انه بنتمنى طبعا يدوقها كل طالب وكل عائلة سورية، وخاصة هيك لانه نحن بنستحق الفرح، بنستحق بهالظروف الصعبة انه هيك مين يخلينا نحس انه لسه الدنيا بخير. اكيد صحيح. تماما. رؤى خلينا نحكي عن بداياتك بالدراسة من وقت ما كنتي كتير صغيرة، من وقت ما كنتي بالروضة ولهلا لليوم انت رح تصيري بالمرحلة ثانوية. خلينا نحكي عن تميزك وتألقك منذ البداية وحتى الآن. هلا الحمد لله أنا من لما كنت بالروضة يعني كنت يعني أطلع يعني هيك دائما من الأوائل الحمد لله. يعني أنا من الأول بحب يعني إنه الواحد لازم يدرس، يعني يطلع له شيء، يعني إنه يكون ذو شأن بهالحياة. حلو. إنه يدرس يجتهد يعني من لما كنت صغيرة. يعني حتى أنا كنت في مدرستي يعني تقريبا من الصف الثاني، فيعني أنا كبرانة معهم يعني كله هيك، يعني كلنا يعني هيك. الله شو حلو. عن جد رؤى من الصف الثاني للتاسع وأنت بمدرسة؟ إن شاء الله تكون يعني حلو مكملة حتى بالثانوي؟ إن شاء الله. طب قديه حلو إنه لحنا نكون بمدرسة واحدة كل مراحلنا الدراسية. للأسف ياما طلاب مثلا تعرضوا لهيك انتقلوا بمرحلة من المراحل وبسنة حساسة فشكلهم هذا الشيء صدمة. صحيح. تمام. صحيح. فحكي لي عن هذا الجانب قديش هيك ساعدك انه انت خلص صاروا عائلتك. ايه يعني عائلتي، يعني حتى انا مع انساتي ورفقاتي يعني كلنا هيك صرنا مشينا من الخامس للتاسع هيك كلنا سوا اغلبنا. الله 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 شو حلو. تعودتي عليهم، تعودوا عليكي، خلص يعني صرتي منهم وفيهم مثل ما يعني بيقولوا. نساعد بعضنا، عرفنا بعضنا وهيك، يعني انه كنا عن جد يعني انه مشينا مع بعض يعني يعني الله وحده. الله شو حلو. مدام ريم خلينا نحكي هيك عن تجربه رؤى، يعني قد ايه حلو انه عن جد لحنا نكون بمدرسه نستمر فيها وهيك ثمره هذا النجاح تكبر معنا سنه بعد سنه. الله. اي والله صحيح ما في احلى منها. هن مثل ما قالت رؤى هن كانوا مثل العيله الوحده، كانوا دائما على تواصل معهم انساتهم واساتذتهم، ما تركوهم طول فتره حجر الكورونا، دائما يتواصلوا معهم، يعملوا لهم مجموعات على الواتساب،
أي سؤال أي استفسار ما كانوا يقصروا معهم أبدا. واو شو حلو، عن جد كانوا عيلة. الله الله، وليك هاي العائلة كانت هيك إلى أحلى سمرة الحمد لله، ولقينا اليوم اسم رؤى بالعالي. اليوم طبعا اسم رؤى وزملاء عم كل أولاد البلد طبعا عم يحكوا باسمهم، وهيك فخورين فيهم وتستحقوا أكيد طبعا الفخر. طبعا رؤى ذكرت لي والدتك من شوي عن فترة الكورونا، للأسف هاي السنة استثنائية كانت كتير، صحيح. يعني ظروفها صعبة سواء على الحجر وسواء حتى مدام ريم قدموا المنهاج الجديد لأول مرة، صحيح صحيح. فخلينا نحكي عن كل هاي الصعوبات وكل هاي الاستثناءات، كيف اليوم قدرت رؤى مثلا تتجاوزها والحمد لله أنه تجيب أحلى نتيجة. هلأ بالنسبة للمنهاج، بما أنه أول سنة يعني بقى هو كتير بده شغل، تماما. يعني كان الطالب بده يبحث، بده يشتغل، بده يتناقش مع أنساته، فهو كان شيء يعني بده شغل جهد، تمام. ايه. أما بالنسبة للفترة الانقطاع، يعني هي أول شيء كانت إنه مثل الفترة هيك، يعني إنه حسين أول شيء هيك إنه بيأس، إنه ما بعرف إنه شو بدنا نحق معكم طبعا، ما بنعرف إمتى بدنا نقدم امتحان، والمصير تقريبا شبه مجهول كان، لا الامتحان مثل ما ذكرتي ولا حتى الوحدات اللي ما تم أخذها، يعني حتى كان الواحد بس فيه يدرس، لا يعني ما كان بيقدر يعمل عن جد ما في خيار تاني. حلو. بس بعدين يعني صار الواحد هو لازم يفائل حاله، انه لازم يعني هو يعيش انه خلص، يعني بده يعيش الواقع، خلص يعني هذا الواقع بده يعيشه. الله. فهو بده يشتغل ويكون متفائل يعني كمان انه هيك. طبعا طلع هذا الشيء من حظنا، يعني انه احنا قعدنا تقريبا فترة طويلة، تمام، يعني عم نعيد المنهج، صح اول شيء بدي يخلقنا، بس يعني احنا مكناه، يعني هذا كان الشيء من صالحنا انه احنا تماما يعني حفظناه بصم، رحنا على الامتحان صح في صعوبات، بس يعني لا انه كان يعني كان في سهول، يعني كان في شيء من صالحنا تماما. اي الحمد لله انه رؤى حاولت تدور على الجانب الايجابي من اي قصة مثلا خلينا نقول سلبية مثلا صارت معنا، دورت على هذا الجانب، سلطت الضوء عليه ومشيت، والحمد لله يعني لكنا لقينا النتيجة الحلوة والكبيرة. مدام ريم خلينا نحكي عن مساعدتك لرؤى. طبعا اليوم رؤى بفترة حساسة من عمرها، فترة المراهقة، للأسف يمكن مدام كتير طلاب مثلا ببعدوا شوي عن أحلامهم الدراسية، بتعرفي يعني سواء هذا اللي بيروح يعني بيتعلم مصلحة، أو هذا مثلا اللي بيقول خلص أنا ما عاد بدي أدرس. فحكي لي كيف قدرت رؤى اليوم تحافظ على حلمة وعلى هدوء أو صبرة بهيك ظروف، وقدرت الحمد لله أنه تحجز مكان بين الأوائل اليوم على مستوى الجمهورية. هي رؤى من لما كانت صغيرة كانت تفوق، عندها حلم، كانت دائما تطلع أنه هي بدها تكون أحسن شيء، حتى بأي تستاهل تكون أحسن شيء، مو بس بالدراسة، بأي شيء بتعمله إن هي لازم تكون نمبر 1 أبدا على طول، نمبر 1 على طول من لما كانت بيبي. واو شو حلو. كانت كتير إنه أنا لازم أكون بيعجبوني الناس اللي هيك عندهم شأن بالحياة وعلى طول بيقولوا إنه أنا أستحق إني أنا أكون رقم واحد بهالحياة. حلو الكلام. فهي خلال فترة الكورونا في خلال فترة الحجر مع إنه كان في شوية ضيقان خلق، بس كل ما يجي بدها تمل تقول لا أنا بدي كمل، بدي استمر مشان حقق حلمي، تمام. فهي فترة يعني إنه حلم إنه تكون تجيب مجموع كامل كان عندها مو من هاي السنة، صدقيني من لما كان صف سادس. الله الله شو كانت حلو. تقول لما تطلع على حدا صف تاسع إنه واو هاي بنت كبيرة، هاي أنا لما أصير بتلا بدي أجيب علامة تامة. واو يعني كان عندها حلم، هدف من البداية رسمت له وبدها توصل، وليك الحمد لله وصلت وما كانت صعبة. طيب احكي لنا اليوم عن كل الطلاب اللي عم يحضرونا مدام ريم، بيقولوا انه كيف مثلا ممكن طالب يقدر يجيب هيك نتيجة، يقدر مثلا انه ما يرح له ولا جزء من العلامة. خلينا هيك نحكي لهم شوية أسرار أو هيك شوية جرعة تفاؤل خلينا نقول لرفقاتك الطلاب. هلا أول شيء والواحد أول شيء انه لازم يثق بحاله، انه ما يقول بالتأكيد. انا ما بقدر او شيء، وما مثلا يحدد انه مثلا انا خلص بكفيني مثلا اطلع هيك، بكفيني لا اطلع هيك، لا. بده دائما يحط بباله الاعلى للاكبر، تماما تماما لازم. او بالمقابل بقى هو بده يدرس ويشتغل على هذا الشيء ما يمل، وطبعا يعني الكل حواليه بيشجعوه بيدعموه، يعني هو مو لحاله، يعني عائلته وانساته ورفقاته بقى هو دائما بيلاقي تشجيع ودعم، فهذا الشيء يعني انه وحتى لازم يفكر بلحظه النجاح انه الله الله قديش بتكون سعاده وهيك. رؤى طبعا كانت هيك يعني بكل اللحظات يمكن اللي تتعبي فيها تفكري يمكن بلحظه الوصول تقومي خلص تنسي تعبك وتكملي. الله شو حلو.
مدام هلا من شوي رؤى ذكرت عن دور الاهل تشجيعهم قديش لازم يقدروا مواهب ابنهم لحتى يقدر يكمل لحتى يقدر يكون عن جد رقم واحد بهالحياه، فاحكي لنا عن دوركم. والله هلا هي ما بقول لك انه ما كان في عندها لحظات يأس، هي كان عندها لحظات يأس ولحظات بكاء عادي عادي وخاصة ليلة الامتحان وخاصة ليلة الامتحان ابدا لا ازعل بكاء فانا بفهمها اجت على ملعبي كنت ابكي للصبح ابدا. فهون دور الاهل انه يهدوا ابنهم يزودوا له ثقته بنفسه انه يهدوه بالاخير انه هو درس وعمل يلي عليه ويتوكل على ربه. وانت قادر بالنهاية انه انت يعني تمام تستطيع انه تجيب العلامة. تمام وهو عمل يلي عليه وبالاخير يعني بيتوكل على رب العالمين ونعمل اتكال ويقدم الامتحان وخلاص يعني حنخلص تمام. ايه عن جد يعمل اللي عليه بالنهايه، والانسان الواثق الانسان اللي تعب على حاله اكيد بالنهايه رب العالمين مستحيل يضيع له تعبه. طيب خلينا نحكي عن المنهاج رؤى، المنهاج الحديث يلي انتو كنتوا اول مره بتقدموه، احكي لي عن رايك فيه. انت اليوم كطالبه متميزه كيف لقيتي هاي الطريقه الجديده والحديثه بالتعليم؟ هلا صراحه هاي الطريقه يعني هي بتطلع قدرات الطالب يعني تماما، هي كلياتنا متفقين عليها كتير بالبدايه منها. بس الواحد اللي هو صف شهاده ان كان تاسع او بكالوريا تمام، فهو بده يحضر الدرس بده يحل الاسئله، وقت هو مثلا عم يدرس بتلاقي في عنده خيارات يعني كل سؤال عنده اكثر من اجابه، فهذا الشيء كتير بيوتر الطالب يعني هذا الشيء منيح بس يعني يفضل انه فتره الشهاده انه ما يكون عند يعني هذا النمط. يعني كنا مثلا احنا بالصف نتناقش مع انسنا ونعمل نقاشات وهيك، بس نفس الوقت الواحد بيتوتر يعني انه بلاقي مثلا انا فترة الحجر كنت احيانا نطلع شوي على الانترنت بلاقي في اجابات احيانا مو كل المواد تختلف عن الاجابات اللي احنا مجاوبين عليها يعني وخاصة رؤى بهدول الاسئلة الاستنتاجية اللي تعتمد على التحليل تعتمد مثلا على رأيي صح تمام. يعني صح انه مثلا احنا اجاباتنا اللي كتبناها يعني ما تكون كاملة وكذا، بس يعني بلاقي اختلاف الواحد بهذا الشيء بيخليه يتوتر انه هاد صح ولا هاد صح، اذا نقصت بالامتحان شو بصير. فيعني هي طريقه بتطلع قدرات الطالب بس يعني مو بصف الشهاده يعني هو انت برايك يعني هي الطريقه حلوه بس مثلا بالشهاده مثلا ممكن موضوع الانشطه الجماعيه او تحضير الدرس هذا شيء كان ياخذ منكم وقت، تحسي انه هذا الوقت لازم تكونوا عم تدرسوا فيه تمام. احسن مثلا انه ما تحضروا طيب تمام. حلو الكلام حلو انه انت عطيتي رايك، بس رؤى بدي اذكر لك شيء انه هلا لما قلتي لي انت كنتي متخوفه من هدول الاسئله، بس الحمد لله اليوم النتيجه كانت كتير حلوه انه انت عطيتي رايك ورايك طلع صح، زميلك عطى رايه ورايه طلع صح، فحلو يعني اختلاف الاراء، حلو انه كل حدا فينا يحكي رايه. ما احنا هيك يعني احنا كل انسان بهالحياه له رايه الخاص وضروري نعبر عنه ونحكي ويبين هذا الاختلاف اللي بيناتنا يعني حتى مثلا باسئله الاجتماعيه مو نزل اول شيء سلم التصحيح، فاحنا لاحظنا كمان يعني في شيء انه هن عم يتساهلوا معنا يعني هن عم يقبلوا الاراء يعني يكون حلو. على محور يعني على محور الصحيح تمام، بس عم يخلوا الطالب يعبر عن حاله يعني الله يعبر عن رايه تمام. وهي الطريقة أنا برأيي هي كتير فعالة عن جد، لحنا ما عاد اليوم طالبنا هيك مثلا هي العقلية القديمة النمطية، لا اليوم الطالب عقله منفتح، اليوم لحنا يعني بعصر التكنولوجيا والمعلوماتية والحداثة، فشي طبيعي انه مناهجنا تواكب هذا التطور صح. طيب رؤى من شوي ذكرتي لي عن مدرستك، قديش كنتي مثلا تتناقشي انتي وانساتك كرمال توصلوا مثلا للحل المطلوب. لهيك بما انه لحنا عم نحكي عن مدرستك وعن دورة بتميزك، اسمحي لي طبعا انه لحنا يكون في معنا مداخلة هاتفية من السيد محمد ياسين فواخيري مدير المدرسة، يسعد اوقاتك. اهلين أهلين سيد محمد، إن شاء الله أول شيء يا رب هيك ألف مبروك تفوق رؤى. الله يبارك فيك ويخليكي. الله يخليك يا رب، شو هالنجاح الحلو هذا يا أستاذ، وأكيد طبعا هذا الشيء مو بس جهد رؤى، جهد حضرتكم وأكيد طبعا جهد الكادر التدريسي. والله هذا كله بفضل التوجيه والمتابعة من قبل الأهل. تماما يعني أكيد. دور كبير بعملية تفوق أبنائهم. تماما. بالإضافة طبعا للجهود المبذولة من قبل الطالبة رؤى، حيث تفوقها من أول ما كانت في الابتدائي دائما الأولى على الصف، فهذا الشيء كان متوقع الحمد لله.
الله. طبعا الكادر الاداري والتدريسي له دور اكيد التميز، بس مثل ما قلت الفضل الاول يعني انا بعتبره هو التوجيه والمتابعه من قبل الاهل والجهود المبذوله من قبل الطالب. تمام. قديش حلو اليوم استاذ محمد انه ذكرت لي انه انت بتعرف رؤى من زمان، وهي من زمان كانت طالبة متفوقة عندك بالمدرسة، فقديش حلو استاذ انه نموذج المدرسة انه مثلا انتم بتتابعون من البدايات وبتضلوا طبعا مواكبين هيك تفوقهم وهيك تميزهم عبر السنين. نحن كل سنة بنكرم الطلاب الاوائل بالسنة مرتين. الله. بالفصل الاول والفصل الثاني وحتى بالمذاكرات بنكرمهم، بس بيطلعوا متفوقين بالمذاكرات. هذا شيء بيشجعهم على التفوق زياده. تماما، بشكل لهم حافز على طول استاذ محمد انه يعطوا احسن ما عندهم على طول. طبعا والطالبه رائعه هلا بالسنه هي باعتبارها تفوقت وطلعت الاولى، طبعا الى منحه دراسيه عندي تصير بالبكالوريا مجانا بدون مقابل، يعني ما في من اقصر. الله الله، شو حلو يا استاذ. وطبعا رؤى تستحق هي المنحه، ورؤى طبعا اكيد اضافه استاذ محمد طبعا للمدرسه. ما شاء الله على السلوك والاخلاق اللي عندها، يعني بالاضافه لتفوقها هي في منتهى الاخلاق الحسنه والسلوك الممتاز بالمدرسه. الله. يعني انا ما بشوفها الا وقت كلمة بتفوق، مو خلال الفتره هيك لها ما اجت مرة عليها شفوة من سواء من زميلتها او من مدرستها او شيء ابدا نهائيا. ما بشوفها الا وقت عم كلمها بالسنه مرتين ثلاث مرات خلال التكريم فقط اللي بشوفها. يعني اسم رؤى استاذ محمد كان على طول موصول بالتقدير بالامتنان بالتفوق. بالتفوق. يعني بالتفوق. قصار معناتها انت عم تذكري طالبه تماما علم، يعني من اعلام المدرسه سلوكا وعلما. الله 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 يا استاذ. طبعا اللي احنا بنتمنى انه رؤى تكون يعني هيك محط فخر لكل اولاد الجيل، وهيك تكون طبعا خير مثال ليحتذوا فيه ان شاء الله. يا رب يا استاذ. استاذ محمد، خلينا نحكي عن فتره الكورونا وفتره الحجر، قديش طبعا قدرتوا انكم تكونوا سوا على تواصل على طول مع الطلاب، حتى لو للاسف احنا ما قدرنا نكون سوا بالمكان، بس انتم اكيد كنتوا موجودين مع الطلاب بكل بيت حتى لو على وسائل التواصل. طبعا احنا يعني المدرسين عندنا تواصلوا مع الطلاب واعطوهم دروس عن بعد، وكان الطالبات دائما تتناقش مع الاساتذه الحمد لله حتى وصلوا للمرتبه هي وزميلاتها الحمد لله كلها في كثير علامات عاليه عندنا بالمدرسه. الله شو حلو. الحمد لله يا استاذ، تعبكم ما راح اكيد طبعا سدى، لكن اليوم لقينا احلى نتيجه، ويا رب بنتمنى على طول المدرسة انه تكون عم تقدم خير الطلاب البلد. مشكور كتير استاذ على هالمداخلة اللطيفة، ويا رب بتبقى خير مثال عن المعلمين المتميزين يلي بيمثلوا وزارة التربية والتعليم خير تمثيل. شكرا لكم ولاهتمامكم، هذا لكم فضل كبير على المدارس وعلينا وعلى الجميع بالاهتمام اللي مهتمين فيه للمتفوقين. والله واجبنا يا استاذ. الله يعطيكم الف عافيه. الله يعافي قلبك. مشكور مشكور استاذ. هذه فيك يا ريم. رؤى مبسوطه؟ اكيد. قديش 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 حلوه هي اللحظات، قديش بتكوني هلا سعيده اليوم وقت كان مدير المدرسه معنا باتصال هاتفي عم بيأسني عليكي وعلى تميزك، مو بس اكيد على صعيد الدراسه، اليوم انت متميزه ما شاء الله، يعني ذكاء وتهذيب واخلاق، في احلى في احلى من هيك من هيك طبعا من هيك شهاده انه تعتزي فيها وتكون هيك فخر ومثل ما بيقولوا انه على الراس، يعني الله. هي سعاده وبنفس الوقت فخر انه انت يعني رفعتي اسم مدرستك واسم عائلتك، يعني انه يعني اشتغلتي يعني الله ما ضيع لك تعب. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. اكيد طبعا ذكرنا من البدايه انه مستحيل حدا يتعب وتعبه بالنهايه يروح. طيب رؤى، هلا من شوي بما انه كنا باتصال هاتفي مع مدير المدرسه وكنا هيك عم نبارك ونهني كمان طبعا الناس اللي بالشارع لهم حق بانه يباركوا لكم ويهنوكم، لهيك طبعا كاميرتنا نزلت على الشارع سالت الناس عن رايهم بالتفوق وعن الكلمه اللي حابين يوجهوها ل المتفوقين، فاسمحي لي نحضر الريبورتاج وبنرجع بنكفي.
أنا بوجه لهم تحية كبيرة كتير، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يبعث لهم أيام أحلى من الأيام هاي، وأيام كلياتها نجاح إن شاء الله تعالى، وبتمناهم يصيروا إن شاء الله تعالى بالأعلى المراتب والمراتب العليا، إن شاء الله بيحققوا أمنياتهم كاملة. والله نحن الصناعة بنفتخر بأنه في عنا نسبة متفوقين لا بأس بها، يعني رغم الظروف الصعبة أنه في عنا طلاب قادرة تحقق نتائج حلوة، وأنا تبعت كتير هيك حالات أنه في علامات كتير عالية، فشي هذا الشيء نحن من بيسعدنا ومنبارك لأهاليهم ولألهم للطلاب هالتفوق هذا. الله يعطيهم العافية رغم الظروف هي والوضع البلد والكورونا اللي صارت وأنه ما كملوا منهاج، يعني الله يعطيهم العافية وإن شاء الله هيك يكملوا. رؤى، هلأ من بعد ما حضرنا سوا هذا الريبورتاج شفنا طبعا قديش الناس فرحانة فيكم وبتستحقوا الفرح، بتستحقوا الفخر. اليوم انتو طبعا انتي وزملائك 57 طالب وطالبة وانتي 58 طبعا، يعني اليوم كل الناس عم تحكي باسمكم، كل الناس فخورة فيكم، ويا رب هيك على طول بنبقى منحضر نجاحاتكم على طول الأيام يا رب. رؤى، قبل ما نختم هيك حلقتنا اللي مرت سريعة عن جد ما حسيت فيها من كتر ما كانت هيك لطيفة، وانتي حدا لطيف وعبيتي المكان هيك طاقات إيجابية ورواء، خليني هيك اسألك عن حلمك الجامعي. رؤى، وين بتشوف حالة بعد 3 سنوات بعد ما تخلص مثلا الشهادة الثانوية؟ يعني أنا لهلأ يعني ما حددت حلمي، يعني أنا بحب كتير أشياء يعني. تمام. يعني أنا يعني كتير بحب أشياء فلسه ما حددت، بس يعني بدي أشتغل حتى نجيب مجموع عالي بعدين يكون عندي خيارات يعني. تمام. يعني تعرفي شو رؤى، بس أنا على ثقة أنه أنت وين ما رح تكوني رح يكون لك بصمتك الخاصة، ورح تكوني متميزة، ورح تكوني من الأوائل على أي طبعا مكان بتكوني فيه. مدام ريم بتشكرك على هالتربية وعلى هالبنوتة اللي مليانة هيك أخلاقيات وتربية حسنة، عن جد حضرتك أنت خير مثال الأم السورية، لأيضا كمان للأسرة السورية المتعلمة اللي همها بهالحياة بس أنه تصدر أبناء وأبناء متعلمين لهي الدنيا ولهذا المجتمع. الله يخليكي، وشكرا لكم على اهتمامكم فيهم وتشجيعهم أنه يبذلوا المزيد من الجهد مشان يحققوا أحلامهم. والله واجبنا يا مدام ريم، وأقل شيء فينا نعمله تجاه الطلاب المتميزين. رؤى، طبعا اليوم بما أنه الكل فرحانين والكل سعداء بنجاحكم، وزارة التربية طبعا أكيد إلى حصة من هذا الفرح ومن هذا ومن هي المباركات، لهيك طبعا اسمحي لي أقدم لك شهادة شكر وتقدير، طبعا هيك عربون شكر من الوزارة على جهودكم وعلى تعبكم كل هاي السنة، فتفضلي. شكرا كثير لكم، وبنشكر الوزاره يعني هي كمان ما قصرت معنا، وبالمقابل احنا لازم نشتغل مشان يعني نشتغل على الوطن، يعني بدنا نبني، احنا اللي بدنا نبني واحنا اللي بدنا نحقق احلامنا مشان نكبروا. وانا متاكده رؤى انه الوطن بحاجتكم، وانتم عن جد رح تكونوا رهان سوريا الرابح، ورح تكونوا بنات المستقبل الحقيقيين يلي لحنا بانتظاركم واللي لحنا عن جد بامس الحاجه لكم. مشكوره مدام ريم، واسمحوا لي هيك بارك لكم للمره الاخيره، للمره المليون، للمره التريليون، وبتستاهل طبعا رؤى انه لحنا نضل نبارك لها على طول، ويا رب هيك بنضل عم نحضر نجاحاتها. الله يبارك فيكي يا رب، وان شاء الله دائما مجتمعين بالافراح. اللهم امين. مشكورين كثير على هالحلقه اللطيفه. شكرا لكم. مشاهدينا، الشكر الموصول لكم ايضا، مبارك لسوريا بابنائها، دمتم بخير والى اللقاء.